حياكم الله في حلقة عن دراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا أو في أمريكا. بعض الناس يروح معهد ويطلع من المعهد مستاء، يقول المعهد هذا مو كويس. فلما تبحث تشوف الأسباب، هي الأسباب من الشخص هذا أو أن المعهد يكون ما ناسبه، لكن المعهد جالس يخرج طلاب وجالس مستمر له 30-40 سنة. كيف أنت تجي تدرس في شهرين تقول هذا المعهد مو كويس؟ على أي أساس حكمت فيه؟ هل أنت فعليا بعد ما تطلع من المعهد تستمر تذاكر وتمارس اللغة الإنجليزية بنسبة 4 ساعات في اليوم؟ لا. هل أنت حاولت تطور علاقاتك وصداقاتك مع الآخرين المتحدثين بغير الإنجليزية، مثلا مثل الأوروبيين، مثل الأمريكيين الجنوبيين؟ بنسبة كبيرة لا، وأغلب وقتك مع السعوديين في المطاعم والمقاهي وتلعبون بلاي ستيشن. خلنا نتكلم بالواقع. هل أنت فعلا تحس أنك أنت عندك مهارات التواصل مع الآخرين؟ لا، هذه كلها أسباب تخليك ما تستفيد من دراسة اللغة الإنجليزية حتى لو أنها صار لو الفترة قليلة. عرفت الفكرة؟ لذلك أنت إذا تبغى تطور لغتك الإنجليزية حتى لو الكلاس فيه 10 سعوديين ما لك علاقة فيهم، أنت تتكلم بالإنجليزي. لا تجامل على حساب مصلحتك، أنت دافع فلوس لازم ترجع بمهارة وليس بشهادة. الشهادة إذا رحت قدمت على جهة ما راح يشوفون شهادة اللغة الإنجليزية، هم راح يسمعون وش عندك ويشوفون وش عندك من اللغة الإنجليزية. لذلك لا تجامع على مصلحة نفسك. غير كذا أنت حتى في الكلاس معك ما فيها جانب كثير مثلا تتعرف عليهم، شوف الكلاسات الثانية، الليفل اللي فوق اللي في اللي تحت، تعرف عليهم، كون معهم صداقات. هم الناس اللي جاية تدرس لغة مثلك، هم الناس اللي راح تستفيد منهم وتتعلم منهم اللغة الإنجليزية. تصيرون جروب، تطلعون سوا، تجون سوا، تسافرون سوا في الويكند، يكون في صداقة، يكون في مجتمع. أما أني أنا أروح وأتعرف على نفس المجتمع اللي أنا عايش فيه، هذه أكبر مشكلة وأكبر غلطة. فلا تحط وجود العرب أو الخليجيين في معهد عائق. ما في، أنا درست في معهد أقسم بالله في 13 واحد خليجي. تخيل. لكن أنت خلاص، أنت الآن قدام الأمر الواقع، وهذا الخيار لك أنك تطلع وتمشي مع ربعك وجماعتك. العيب فيك، مو بالعيب في المعهد. لذلك ركز على النقطة هذه، ترى هذا مو عائق. دراسة اللغة الإنجليزية المعهد يعطيك 30%، أنت الباقي عليك تقرأ، تكتب، تستمع، وش المهارة اللي باقية؟ قراءة واستماع وكتابة. عرفت؟ قراءة وكتابة واستماع وتحدث. فلذلك هذه الأشياء لازم أنت تمارسها بشكل مكثف، لازم تحط سماعة في أذنك وتسمع بشكل مكثف. في البداية ما راح تفهم شيء، لكن مع الوقت شوي شوي بتشوف نفسك تطورت. وهذه طبيعة أي لغة أنت تتعلمها، تتعلمها بالممارسة. ليش؟ لأن اللغة مهارة، مهارة كتابة، مهارة تحدث، مهارة استماع، ومهارة قراءة. أنت إذا استمعت كثير وقرأت كثير صار عندك مدخلات، وإذا صار عندك مدخلات راح يكون عندك مخرجات اللي هي الكتابة والتحدث. فاحرص على النقطة هذه، ترى ما حد راح يعلمك لغة إلا أنت بنفسك بنسبة كبيرة. الأشياء الثانية كلها لا، فقط يعني مسببات وسائل توصل لك المعلومة وأنت تبدأ تمارس اللغة. لو تلاحظ الأطفال ترى ما يدرسوا اللغة الإنجليزية، الأطفال فقط يستمعون. تجي تلقاه في البيت يتكلم لغة إنجليزية. أبناء المبتعثين أكبر مثال، ترجع تلقى الولد يتكلم لغة البلد الأم بنفس الأكسنت. ليش؟ لأنه أصلاً في الابتدائي هناك جالس يستمع ويختلط مع الطلاب بوقت طويل ومجتمع متحدث باللغة الإنجليزية. فهذه اللي أنت لازم تركز عليها. وفي موضوع راح أتكلم فيه إن شاء الله في حلقة منفصلة، هل الآيلتس يجي بالدورات ولا بالدراسة والتعلم والممارسة؟ نشوفكم على خير في حلقة قادمة.